السلام عليكم. هلا راح لي اشرح لكم هذه الموضوع اللي انطيتكم اياه، الموضوع الاخير اللي هو statistics. الموضوع اللي هو طبعا هذه اغلبهم سهل، يعني الافريج ايه الى اخره، يعني سهلين، بس مع ذلك راح يعني على السريع امر لك عليهم حتى شنو يكونوا سهلين عندك. خلينا نجي للموضوع الاول اللي هو هذا الفاكشن الاولى اللي هي الافريج. هذا الافرج مثل ما تعرف طبعا الافرج هو ايجاد شنو المعدل، فبمجرد انه شنو تحدد هذا القيم شنو تريد، احنا خلينا نقول الافرج نقول يساوي ونكتب اي بي، طبعا تنزل على هذه وتضغط تاب، بس شنو تحدد هذه المجموعه اوكي وتضغط تاب، فلاحظ هذا الافرج ايش قد يطلع عندك 5.6 اوكي. افرج اف هذا بشرط، يعني هذا الحساب الاول هو افريج، الثاني هسه هذا تكتب قدام هذا افريج، الثاني الافريج اف هنا ويكون بشرط، لاحظ هذه الثانيه بشرط، شنو الشرط؟ يعني على سبيل المثال لاحظنا طبعا كل داله تكتبها لازم قبلها يساوي، فنقول افريج هذا لاحظ هذه افريج اف شنو؟ لاحظ هنا شنو يعطيك الرينج، شنو الرينج؟ يعني المدى اللي تريد تاخذه الافرج، هذا هو الرينج. الكرايتيريا شنو المعيار احنا عندنا؟ هنا خلينا نقول نطلع خلينا نقول فقط اذا اكبر من خلينا نقول الاصغر نشقد اصغر من 8، يعني بين قوسين فقط للعناصر اللي هي شنو اقل من 8. انت فلاحظ هذا شنو يوجد لك؟ يوجد لك الافرج المن للقيم اللي هي اقل من 8 وهكذا. فرضا على سبيل المثال شنو اريد اوجد الافرج، يعني المعدل المن للقيم اللي هي شنو، القيم اللي هي شنو اقل من 8 او اكبر من 8، فلاحظ بس نكتب هذه اكبر وتساوي 8، يعني فقط للقيم اللي هي اكبر وتساوي او اقل اكبر وتساوي 8، فشنو اللي راح ياخذ عندك؟ فهذا القيم اللي هي من هي الاكبر ويساوي 8، لاحظ هذه عندك 8 عندك 9 وعندك 8 وعندك 8 وعندك 8، فمجموعهم راح يجمعهم ويقسم لك اياهم على شنو؟ على عددهم، فهذا هو الافرج. طبعا هو انا شنو اخلي لك؟ طبعا هذا لاحظ خلي لك اياها لا تساوي صفر، يعني بين قوسين شنو؟ كل القيم اخذ لي اياهم، يعني اسوي لهم افرج ما عدا القيم اللي هي شنو؟ ما عدا القيم اللي قيمتها صفر. فتلاحظ كذلك، لاحظ هذه لا يساوي، يعني بين قوسين اذا تريد تكتب لا يساوي فهذه لا يساوي، يعني اذا جبت في الامتحان اوجد الافرج لكل القيم ما عدا 8، فراح يوجد لك الافرج لكل القيم ما عدا 8 او لكل القيم ما عدا الصفر. فلاحظ يطلع عندك هذا. فلاحظ هذا هو يطلع عندك الرقم. فكل القيم راح يطلع لنا اياهم ما عدا 8. طبعا الميديان تذكرونه بس هذا هو كلهم افريج، هذه طبعا افريج اف، هذه يعني افريج اف، بس الشرط شنو راح يختلف عندنا. هسه نجي اللي بعده الميديان شلون طلع ايضا كذلك مباشره، شنو بس تكتب ميديان اوكي وشنو تحدد شنو وتحدد الرينج وشنو تضغط انتر يطلع لك الميديان اللي هو شنو هذا 6. طبعا اذا تريد تسوي تشيك تريد تتاكد شنو تسوي؟ تحدد هذه اوكي تحدد هذه وانتر على الداتا خلينا نكبر هذه حتى تكون واضحه عندك. لاحظ هنا يعني نسوي تسلسل، يعني يكون تسلسل من صفر الى جد 9، فالميديان هو شنو؟ القيمه اللي تقع وين؟ بالنص. فلاحظ هنا القيمه اللي تصير بالنص عندنا بعد ما ترتب من هي 6، فلذلك هذه 6 كذلك. إذا هذا هو الميديان، إذا طبعا هذا تريد تسوي تشيك، يعني تبدأ بالتسلسل من صفر وتنتهي بالتسعة، فالميديان هو القيمة اللي تقع بالنص. طبعا هذول القيم ايش قد عددهم؟ عدد هذا القيم ايش قد؟ 15، ولو تحسبهم 1 2 3 4 5 6 7، طبعا وهذول لاحظ وهذول هم 7، فالقيمة اللي تقع بالمنتصف هي من هي هذه 7، فلذلك الميديان هو ايش قد؟ 6. المود كذلك ايضا هسه لاحظنا هذا نسميه ميديان.
المود ايضا اذا تريد شنو توجد المود نفس الحاله اللي هو شنو قلنا القيمه الاكثر لاحظ هنا define most frequently occurring number يعني القيمه اللي هي تقع اكثر تكرار ايضا شنو نكتب يساوي وشنو هو مود اوكي المود تاب وايضا تضغط على هذا القيم تحدثهم وانت القيمه الاكثر تكرار هي اللي هي المود ايضا الستاندرد ديفيجن نفس الحاله فكل اذا هذه لاحظ تلاحظ كل هذه الدول ومجرد انه شنو طبقهم الستاندرد ديفيجن ايضا مجرد انه تكتب شنو يساوي اس تي دي اي فراح شنو يعطيك هذه الستاندرد ديفيجن ايضا هذا تلاحظ تنزل على هذا القيمه على هذه الداله وتحدد ايضا كذلك القيم وانت شنو يعطيك يعطيك الستاندرد ديفيجن المينيموم اقل قيمه الماكسيموم اكبر قيمه وهكذا كل هذول اذا تريد تطلع اكبر بعد اذا شنو تريد تطلع هذا عندك لارج اذا قلت لك استخرج لي من هذا القيم اذا اريد استخرج ثالث اكبر قيمه لاحظ هذه القيم لاحظها هذه اكبر وحده هذه ثاني وحده اكبر وحده ثاني اكبر قيمه هذه ثالث اكبر قيمه فاذا اريد فرضا على سبيل المثال نحدد ثالث اكبر قيمه لاحظ ديسكريبشن ويعطيك يساوي و لارج شنو تحدد؟ وتحدد الرينج مالتك لاحظ حدد الرينج وتريد يا قيمه انا اريد ثالث اكبر قيمه فهذه نضغط انتر فثالث اكبر قيمه من هي؟ هذه اذا تريد لا فرضا على سبيل المثال رابع اكبر قيمه فلاحظ هنا عندك ايضا ثمانيه لاحظ هذه هي فعلا هذه اكبر قيمه هذه ثاني اكبر قيمه هذه ثالث اكبر قيمه وهذا رابع اكبر قيمه وهذه خامسه خلينا نشوف سادسه السادس اكبر قيمه المفروض ايش قد تطلع عندي هذه السادس اكبر قيمه اللي هي تطلع عندي اللي هي تطلع عندي السبعه اذا فهذا هو ايجاد اكبر قيمه فاذا قلت لك استخرج لي ثاني اكبر قيمه ثالث اكبر قيمه رابع اكبر قيمه الى اخره نفس الحاله اذا تريد لا توجد اصغر قيمه او ثاني اصغر قيمه اذا هذه اذا هذا اللارج الداله اللارج كذلك اذا تريد توجد اصغر قيمه عشان تكتب سمول اوكي هذا سمول وايضا شنو تحدد؟ تحدد هذا الرينج ومن الرينج شنو ايضا تنطي كي والكي شنو هو ثاني اصغر قيمه اريدها فلاحظ هنا المفروض شنو يعطيني هذا ثاني اصغر قيمه هي من هي هذه الصفر اذا تريد ثاني او ثالث اصغر قيمه بعد هذه انت تغيرها فتقدر هنا شنو تسوي؟ تسوي ثلاثه راح يصير عندك بهذا الشكل اذا هذه هي اصغر قيمه الافرج هذه تذكرون ايضا اخذناها يعني الافرج هو المعدل ايضا بس تحدد يعني المجموع على العدد طبعا هنا شوف مستخرج بطريق ثاني اللي هو المجموع على العدد يعني شو المجموع لاحظ هسه هنا وياي حسيت طبعا هذا نكتب عليه سمول اوكي بس نجي للافرج اذا تريد نسوي نقول الافرج تذكر هذه يساوي لنا اي بي هذا الافرج اوكي ونحدد هذه لاحظ هذه راح تصير عندي 5.6 الافرج يعني اللي هو شنو المعدل اللي هو المجموع علينا العدد نقدر نطلع بطريق ثاني شنو نقول؟ نقول يساوي لنا السام تذكرون نسوي شنو؟ يعني هو مجموع الارقام هذه تقسيم شنو؟ تقسيم عددهم العدد شنو نطلع كاونت علينا اللي هو ايضا نفس الحاله نحدد شنو الرينج نحط هنا 6 قوس ماشي راح تنتهي نفس القيمه فتريد تطلع مباشره باستخدام الداله افريج او تريد تطلع باستخدام الداله مجموع القيم على عددهم في نفس الحاله فبين قوسين ايضا ما جات بالاختيارات او غيرها فتقدر تطلع بهذا الطريق اذا هذا هو الافريج اوكي كذلك بالنسبه لهذه افريج لاحظ هنا اذا عندك هذه طبعا اذا تريد تحسبهم هنا عندك اذا ترو يسوي لها الايفالويشن يعني يقدرها قيمه واحد تكس يقدرها قيمه صفر فاذا تكس بذلك هنا راح يصير عندك ثلاث قيم هنا واحده اربعه وهنا راح يكون عندك خمسه فراح يقسم على خمسه بس هنا شنو يعطي عند ترو قيمه واحد لاحظ فيعطيك النتيجه تختلف اللي هي يعني من هي هذا الافرج اي هذا الافرج اي فهذا الفرق بيناتهم يعني الافرج اي انه شنو يعطيك ياخذ هذا القيمه وهذه وهذه والترو يسوي لها ايفالويشن مالته واحد يعني راح يصير عندك اربعه واثنين عفوا ثمانيه واربعه 12 وتسعه 21 والواحد والترو هي واحد
راح يصير 22، 22 وهذه اليو اس اي اللي هي تكست راح يكون عندك خمس قيمين تقسيمها صفر، راح يكون عندك 22 تقسيم 5 راح يكون عندك 4.4. اذا هذا فيما يخص الجزء الاول، يعني هذه كلهم سهلين هذه الدوال، يعني ما يحتاج يعني بس راجعهم وشوف يعني يمكن اشكال همين اسالني اجوزني وراح اكمل لك راح نكمل الجزء الثاني اللي هو الدوال اللي اغلب الطلاب سالنا عليها.